أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للوقوف على إشكالات الوضع الأمني في تعز وطبيعة الخلاف الناشئ بين المحافظ والقائمين على الحملة الأمنية. قال مصدر أمني في تعز إنه تم تعليق عمل الحملة الأمنية لملاحقة العناصر المطلوبة تنفيذا لتوجيهات المحافظ نبيل شمسان. وأشار بيان صادر عن شرطة تعز إلى أن العناصر الخارجة عن القانون لا تزال تطلق النار على قسم شرطة الجمهوري وتستهدف الدورية الأمنية من مواقع تمركزها أسفل قلعة القاهرة ووادي المدام، مجددا الدعوة لتسليم العناصر الخارجة عن القانون والانسحاب من الأحياء السكنية وفتح الشوارع. بيان الشرطة الأخير ومذكرة المحافظ آخر ما استجد من حرب المذكرات التي انطلقت فور وصول المحافظ والقيام بالحملة الأمنية، أمر يكشف أن هناك نوعا من الخلافات أو الاختلاف في وجهات النظر بين المحافظ والأجهزة الأمنية. هذا الموضوع وتداعياته سيكون مثار نقاشنا لحلقة اليوم في محورين: ما الذي يحدث في تعز؟ وهل هناك خلاف فعلا بين المحافظ والقائمين على الحملة الأمنية؟ ولماذا ترافق كل حملة أمنية مذكرة من المحافظ بالإيقاف؟ تابعوا التقرير التالي ثم نعود لبدء النقاش. العناصر الإرهابية تواصل تهديد الترتيبات الأمنية الهشة في مدينة تعز، فخلال الفترة الماضية وبعد أن تم تعليق عمل الحملة الأمنية بناء على توجيهات من محافظ تعز رئيس اللجنة الأمنية، شهدت المدينة ازديادا ملحوظا في حجم الاعتداءات التي تنفذها عناصر إرهابية تنطلق من الأوكار ذاتها التي استهدفتها الحملة الأمنية قبل أيام. الاعتداءات استهدفت ضباطا وجنودا تابعين للشرطة، مصدرها رصاص قناصة تحصنوا في منازل المدينة القديمة أسفل قلعة القاهرة وفي وادي المدام، حيث يواصلون الاعتداء على قسم شرطة الجمهوري ودوريات الشرطة المسؤولة عن الحراسة الأمنية في المدينة من مواقع تمركزهم تلك، وفقا لأحدث بيان صادر عن الإدارة العامة لشرطة تعز. شرطة تعز وفي مؤتمر صحفي عقده مدير عام الشرطة بالمحافظة العميد منصور الأكحلي عبرت عن استغرابها من عدم استجابة العناصر المسلحة لتوجيه محافظ محافظة تعز رئيس اللجنة الأمنية بتسليم المطلوبين أمنيا، رغم التزام الأجهزة الأمنية بتنفيذ توجيهات المحافظ، والتي قال إنها تأتي من حرص الشرطة على إتاحة الفرصة لهذه العناصر لتسليم أنفسها ولتجنيب المحافظة الحرب والدمار. تم منح كتائب أبي العباس مهلة لمدة 12 ساعة، بدأت من مساء الساعة 8 وانتهت الصباح الساعة 8 صباح يوم أمس. المسلحي كتائب أبي العباس لم يلتزموا بهذه الهدنة على الإطلاق، وبدأوا بإطلاق النار على أطقم الحملة المتواجدين في قسم الجمهوري وعند مدرسة ثانوية تعز الكبرى، مما أدى إلى جرح أحد الأفراد جرح بليغ. لم يصدر حتى الآن أي موقف من محافظ محافظة تعز الذي يلتزم الصمت، لكن توجيهاته بتعليق الحملة الأمنية يبدو أنها تفاقم الوضع الأمني وتعزز من الموقف القتالي لعناصر عرفوا بانتمائهم لجماعة إرهابية منظمة تهدد الأمن وتحول دون فرض الاستقرار في مدينة تعز. قبل أيام فقط خرجت هنا مسيرات نظمتها أحزاب تحت شعارات تنتصر لسكان المدينة القديمة من مزاعم بالاعتداء عليهم نسبت إلى رجال الحملة الأمنية، الأمر الذي أعطى تلك العناصر غطاء تزايد في ظله نشاطها المحموم لاستهداف استقرار تعز وفقا للمراقبين. لا تزال مدينة تعز تدفع ثمن انتصارها للحرية والتغيير، فعلى ساحتها الوحيدة المتاحة للتعبير الحر عن الرأي يجري اليوم الالتفاف على إرادة هذه المدينة بالمسوغات ذاتها التي مكنت الحوثيين قبل 5 أعوام من دخول صنعاء في مهمة قيل حينها إنها تستهدف إحداث تغيير طفيف في خارطة القوى المهيمنة على مقالد الأمور بالمدينة. مجددا الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، كما أرحب بمن ينضم إلينا من تعز المستشار الإعلامي لإدارة أمن تعز العقيد سمير الأشبط. سيادة العقيد، في سياق الحديث عما يجري في تعز، ما هو الجديد اليوم؟ هل تم تسليم المطلوبين أمنيا؟ ما هي الخطوات المقبلة في هذا السياق؟ أولا أرحب بك وبمشاهديك الكرام. بالنسبة للجديد في تعز، الواقع أنه لا جديد في قضية تسليم المطلوبين أمنيا، وهناك يعني مماطلة كثيف ومحموم
هناك انتشار للقناص، يعني اعتداء على قسم الجمهوري، هناك اعتداء على دوريات الحملة الأمنية. كنا على محافظ المحافظة نبيل شمسان رئيس اللجنة الأمنية، هناك صارخ للسلطة، أناس ومجموعة يعني يقولون نحن لا ندفع إلا أهواءنا ولا يهمنا يعني دماء المواطنين، أمن هذه المدينة مدينة تعز المظلومة. طبعا الجانب الأمني ملتزم بالتوجيهات، ملتزم بالتعليمات، تعليمات الأخ محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية، لكن الطرف الثاني ما زال يحشد وما زال يعني يخرق الهدنة ويتحدى وما زال يمترس ويمارس جميع الضغوط على أبناء المدينة القديمة، حتى أنهم لا يستطيعون شراء القوت اليومي بسبب انتشار المسلحين في المدينة، وأقول المسلحين المنفلتين من هذه الكتيبة الخامسة للواء 35. تفضل بالبقاء معنا سيادة العقيد، ورحب بمن ينضم إلينا من عدن الكاتب الصحفي أحمد شوقي أحمد، وكذا من تعز المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي. وأبدأ معك سيد أحمد شوقي، هل يعني هناك في السياق أنه كلما بدأت حملة أمنية يكون هناك مذكرة توجه القائمين على الحملة بإيقاف هذه الحملة، هل يفهم من ذلك أن المحافظ جاء لعرقلة عملية بسط الدولة، أم كيف تفسر أنه كلما تحركت الأجهزة الأمنية للقبض على المطلوبين والخارجين عن القانون يصدر المحافظ أمرا بإيقافها؟ سيد شوقي، سيد شوقي هل تسمعني؟ يبدو أن هناك خلل في وصول الصوت إليه. سيد عبد الهادي العزعزي، أسألك في بهذا السياق، ما هي طبيعة الوضع في تعز؟ هل أصبحت الأجهزة مؤسسات الدولة في تعز تعمل بشكل يعني في نهاية المطاف يصادم بعضه؟ ماذا؟ هل تعمل، نعم، هل تسمعني بشكل واضح سيد العزعزي؟ أسمعك، نعم. في سياق أن هناك حملات أمنية تنطلق ثم أن هناك قرارات بإيقاف هذه الحملات الأمنية، هل العمل بداخل تعز، مؤسسات الدولة بداخل تعز، عملها يتصادم مع بعضه أم لا؟ أم أن المسألة طبيعية؟ لا، المسألة طبيعية، أن أجهزة الدولة تعمل لكنها تواجه صعوبات. يعني عندما نتكلم عن أجهزة الدولة فإننا نتكلم عن مؤسسات تراتبية لها بيروقراطية محددة، هذه البيروقراطية تعمل على انتظام أداء هذا الجهاز بحسب قوانين الإنشاء له. الجهات الأمنية في تعز مكونة من إدارة الأمن ثم الأدوات التابعة لهذه الإدارة، وهي كل من قوات النجدة، أيضا قوات الأمن المركزي، قوات الأمن العام، البحث الجنائي، المؤسسات الأخرى التي تندرج ضمنها أقسام الشرطة وغيرها. هناك بتعز إشكاليتين أساسية كانت قائمة، تعرضت السنوات الماضية هذه أو السنتين الماضيتين، تعرض الجيش لنوعا من الاصطياد الداخلي داخل المنطقة المحررة، هناك صراعات، تعرضت لعملية اغتيالات كانت يتم فرغ جانب أمني. الجميع لازم لا نتذكر أن هناك جماعات كانت ترفع، سواء من تلك التي رفعت شعار القاعدة أو تلك التي كانت تقول أنها أنصار الشريعة، وكل هذه الجماعات كانت في المنطقة الوسطى الشمالية من المنطقة المحررة في أحياء معروفة، وبالتالي جرى في الفترة الماضية استلام هذه الجهات، وهنالك محاضر كبيرة داخل اللجنة الأمنية منذ تشكيلها. هذه المحاضر كانت تقتضي أن يتم إخراج المسلحين، أن يتم تسليم المطلوبين أمنيا، أن يعاد تمركز الألوية العسكرية،
بالنسبه للالويه اذا تمركزها سواء في اللواء 17 الموجود في المنطقه الغربيه او للواء 22 المتمركز في المنطقه الشرقيه وهذا اللواء 170، هذه الاماكن غادرت مربعاتها. كان اللواء 22 ميكا في المنتزه في منطقه المسبح واصبح في منطقه اخرى بحسب محوره العملياتي، وكذلك اللواء 170، وكذلك كان في منطقه كرباش يتمركز اللواء 17 ونقل منها، واللواء 145 نقل من منطقه قياده المحور الى المطار القديم الى الغرب من المدينه ايضا في المنطقه الشماليه الغربيه. اما كانت ايضا قرارات اللجنه قد قضت، سواء اللجنه في اخر فتره قضت بان الكتيبه القادمه التي تسمى كتائب ابو العباس سوف تغادر المدينه الى منطقه الكدحه. منطقه الكدحه على خط عز التربه خارج في المنطقه الفاصله بين مديريتي كل من المعافر ومديريه جبل حبشي او ما تعرف بمديريه كروس. لكن لم ينفذ هذا القرار. في الفتره الاخيره عادت مشكله الاغتيالات داخل المدينه والتي تستهدف قوات الجيش، وبالتالي كان على اللجنه الامنيه حسم هذه المساله لانه لا يمكن ان تظل هناك جماعات مطلوبه امنيا ولا يمكن ان ايصالها الى الجهات الامنيه. تحركت اللجنه وكان تحركها قويا في البدايه وتم ايقافها بتوجيهات من المحافظ وكثر الكلام حول هذا الجانب. طيب سنعود الى هذه النقاط، سنعود إلى هذه النقطة بعد قليل إليك بالتحديد، لكن دعنا نسمع من سيادة العقيد الأشبط في هذا السياق، هل هناك موقف، هل هناك خلاف بينكم في الأجهزة الأمنية وبين المحافظ بشكل مباشر؟ هل هناك اختلاف في الرؤى، في وجهة النظر حول كيفية إدارة الوضع الأمني بداخل المدينة؟ طبعا مجملا ليس هناك خلاف، الخلاف غير موجود، هناك انسجام وتناغم الأجهزة الأمنية مع السلطة المحلية، وبالأخير السلطة المحلية هي رأس السلطة في تعز، وهي تمثل رئيس الجمهورية المشير عبد الرب منصور هادي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن. هذا المسألة لا توجد مسألة خلاف، لكن هناك وجهة نظر كيف ننفذ وكيف نحقن دم أبناء تعز، وكيف القانون هو السائد في تعز. والفكرة إن القيادات السلطة في تعز أعتقد أنه ليس هناك تحقق نفس الهدف، وهو تسليم والقبض على المجرمين أو تسليمهم طوعا. وأتمنى أن ينفذوا أوامر الأخ المحافظ المحافظة الكتيبة الخامس، تنفذ الأوامر. نطالب ونناشد قيادة الكتيبة الخامسة، ونحن نعرف بأنهم عقلاء و لهذه المدينة، نتمنى منهم أن لا ينجروا مع المنفلتين والخارجين على القرار. هم أصحاب القرار وأصحاب المبادرة وأبناء تعز، سواء كان العسكريين منهم أو المدنيين. شكرا لك سيادة العقيد سمير الأشبط المستشار الإعلامي لإدارة أمن تعز. أرحب بمن ينضم إلينا مجددا الصحفي أحمد شوقي. أحمد، وأرجو أن يكون الصوت واضحا هذه المرة، أسألك ذات السؤال الذي كنت وجهته إليك سيد شوقي، هل يفهم من خلال أو في أي سياق تضع أن هناك كلما بدأت حملة أمنية بداخل تعز جاءت قرارات بإيقافها؟ أخي كما قلت لك في المرة السابقة، وللأسف كانت الخدمة سيئة، خدمة سيئة. سيد شوقي، سيد شوقي تفضل. سيد العزعزي، إذا هناك مشكلة واضحة في المصادر، يعني الاتصالات من المصدر. أعود إليك سيد العزعزي، إذا في هذا السياق عندما نتحدث على أنه تذهب
هذه الحملات الأمنية كما كنت تتفضل بالقول، ثم يأتي قرار بإيقاف هذه الحملة الأمنية. كيف من المتوقع في هذا الوقت أن يتقبل أفراد الأمن الذين يعني هم ضحايا لعمليات الاغتيال، ومنهم كان الحميدي قبل يومين تقريبا، أن يعملوا في مثل هكذا أوضاع وهم في ذات الوقت مطالبين من السكان بداخل المدينة بضبط الأمن؟ كيف يمكن إذن التماشي والتعامل مع هذا الوضع الحساس بداخل المدينة؟ بالنسبة لقوات الأمن، أعتقد أنها قوة عسكرية تتحرك بأوامر، تتبع أوامر القيادات، والقيادات هي من بيدها التحضير لهذه المسألة. هنالك لجنة أمنية، وهذه اللجنة لديها محاضر، لديها قرارات، وهذه اللجنة لا تعمل خارج القوانين النافية، بل بالمقابل هذه الأجهزة أو جهاز الأمن بشكل عام يتبع بجربة أساسية والأخ وزير الداخلية، وسبق للداخلية أن أوفدت موفدا إلى تعز عقد الحملة الأمنية السابقة لتقييم الوضع، وليست لدي معلومات ما الذي خرج به هذا الموفد وكيف يجري التعامل. بالنسبة للاغتيال الأخير، كان يعني حدث نهارا، وبالتالي هذه عملية مرصودة، معروف كما قال كما تسرب بعض الأطراف الأجهزة الأمنية، معروفين الطرف الذي قام بالاغتيال أو الممثلين تقريبا، وعلى وأجهزة الأمن تحركت للتعامل معه. لكن أن توضع قوات الأمن من قبل كتيبة عسكرية تسلع الجيش بآلة عسكرية، فهذا مقاومة واضحة للسلطات تجعل هذه الجماعة أمام مساءلة القانون أن هنالك مقاومة. ما نخشاه وما أخشى أنا شخصيا أن تعز تكون مجرد ترم ومتر لحالة عامة في البلد، أي أن ما يحدث في تعز هو انعكاس ربما لصراعات على مستوى أعلى وليست على مستوى محافظة تعز، وقد تكون ربما على مستوى السلطة الشرعية بذاتها ومكوناتها، أو على مستوى أعتقد ربما أو ربما يكون على مستوى مرتبطا بالتحالف العربي وأدوات الدعم. اللواء هذه الكتيبة تتبع لواء عسكري، واللواء العسكري يتبع المحور أو لا يتبعها اللواء العسكري عمليا، أو من الناحية النظرية يتبع المحور، والمحور يتبع المنطقة العسكرية الرابعة. وبالتالي أعتقد أن حسما في هذه المسائل هي بيد القيادة المنطقة الرابعة أو وزارة الدفاع والقيادة العليا للقوات المسلحة، كون الصراع القائم الآن ليس بين مواطنين وأجهزة أمن، أو ليس بين جماعة، وإنما ما بين جماعة من الجيش والأمن، وأيضا اللجنة الأمنية في تعز، نائب رئيس اللجنة هو قائد المحور، وأيضا وأعضاء اللجنة في الأخير هم من القادة من القيادات العسكرية. وبالتالي هذه مسألة أو خلافا كبيرا داخل الجهاز العسكري والأمني، أي داخل الأدوات الخشنة للدولة، والأدوات الخشنة للدولة هي كل من الجيش والأمن محكومون بقوانين خاصة هي المسؤولة عن هذا الجانب أساسا. طيب في هذا السياق الآن، وأنا أشاهد سيد العزعزي هذه التظاهرات التي يعني خرجت ضد ما يعني قيل على أنه استهداف للمدينة القديمة في تعز، هل هناك يعني اختلافات سياسية تؤجج الوضع بداخل المدينة؟ ويعني في أي سياق يمكن فهم أنه في نهاية المطاف الخاسر الأبرز في يعني عدم الاستقرار الأمني الذي تشهده تعز هو المواطن، وفي نهاية المطاف ليس هناك توافق حول شكل ما لإدارة هذه المدينة؟ بالتأكيد ما هو حاصل هو نوعا من الصراع، من حق المواطنين أن يتظاهروا حتى لا يكونون ضحايا. هنا سوف ندخل في مسألة من المسؤول ومن المحدث. يجب إخراج القوى العسكرية من داخل المنطقة السكنية وترك هذه المناطق لإدارة الأمن. الأمن هنا هو المسؤول الأساسي عن المواطنين، وهو الذي يدرك ما هي المآلات التي قد يدفعها وحجم المسؤولية القائمة عليه. بالتالي يجب إخراج هذه القوى أو تسليم أي فرد يخل بالنظام العام أو يحاول أن يحول المواطنين في أي قسم من المدينة إلى مجرد مترس أو أدوات حماية
لهؤلاء أو لاتخذ منهم كما يقال دروعا بشرية، على الموجودين احترام المواطنين حتى لا يكون رد الفعل إصابة المواطنين سواء من الذي تمت رسميا أو من الطرف الآخر الذي يبحث عن مجموعة من المطلوبين. سبق لقيادات هذه الوحدات واللجنة الأمنية الاتفاق على مجموعة من المحاضر بما فيها تسليم المطلوبين. لماذا المقاومة الآن أمام تسليم المطلوبين وهم عددا محدد؟ كان يجب أن يسلموا بموجب مبكرة بحكم أن رئيس اللجنة هو أن نائب رئيس اللجنة قائد المحور ورئيس اللجنة هو المحافظ، وبالتالي الآن عملية إدخال المواطنين داخل العملية قد تؤدي إلى فشل الجهات الأمنية، وبالتالي إذا فشلت الجهات الأمنية مرة مرتين ثلاث سوف تفقد الاحترام وسوف تفقد مهابتها أمام المواطنين وتسقط هيبتها، وبالتالي تدفع المدينة إلى حالة من الفوضى. لا، هذه المسألة يجب أن تحسم، أنا أعتقد على مستوى أعلى تحسم داخل رئاسة الوزراء عبر وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، أو تحسم عبر القائد الأعلى للقوات المسلحة هو الذي يمتلك أمر الإلزامية، بكون المسألة بهذا الشكل تكون قد خرجت عن نطاق تعز لتصبح المسألة أعلى من ذلك، وعلى الجميع أن يعي أنهم مسؤولين مسؤولية مباشرة، وأنهم قد يصل إلى حد اتهامهم بارتكاب جرائم إذا سقط مواطنين عزل ضمن العملية في المرة الثالثة، وسائل الإعلام وبعض الأطراف من القوى السياسية أو من القوى الشعبية ضخمت المسألة في حين لم يظهر لدى لجان التحقيق سوى أن عدد الإصابات كانت صغيرة جدا مقابل قوة الحملة وقوة ما تعرضت له. فعلى المواطنين أن لا يتحولوا إلى أداة إعاقة للأجهزة الأمنية، وعلى القوى العسكرية أن لا تعيق بعضها البعض من تنفيذ واجباتها حتى لا تتحول إلى جماعات كما يقال تتعرض أو تعيق عمل السلطات، أو تصل إلى حد التمرد المسلح على سلطات الجميع خاضعا لها بحسب القانون النافذ. أشكرك المحلل السياسي السيد عبد الهادي العزعزي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. كما وشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات في ختام هذه الحلقة. تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري. إلى اللقاء.